Pretty test analysis. عنا بهيدا الاكسرسايز 5 participants اول مره اعطون كافيين وقديش بأثر على عدد ساعات النوم، وبعد اسبوع نفسهم زيتوا من 5 participants بدون كافيين كمان قديش بأثر على عدد ساعات النوم. نحن اي متى بنستعمل ال Pretty test؟ لما يكون في عنا 1 dependent variable normal plus 0 independent variable 1 population measured twice or 1 independent variable a two matched population. شو يعني one population measure twice؟ لما يكون عنا pre-test and post-test scores مثلا قبل وبعد. or شو يعني two matched population؟ مثلا recording each student's midterm exam score and final exam score، امتحانات نص السنة امتحانات آخر السنة، مثل الاكسرسايز اللي معنا اياه هون كمان نفس الشيء. لما هدول ال 5 participants أول مرة عطون كافيين وبعد أسبوع ما عطون كافيين، وقديش بقدر بيأثر على عدد ساعات النوم، وكمان سوي مجر مين. أوكي، نجي على الـ SPSS. مندخل الكافيين ال participants عدد ساعات نومهم ونو كافيين، و variable view كمان مكتوب هون بال name كافيين نو كافيين. analyze analyze نرجع نكتب compare mean and proportion paired sample t test مندخلون variable 1 كافيين variable 2 no كافيين. اوكي paired sample statistics مثل ما شايفين معنا الأول مرة لما أخذوا كافيين وتاني مرة لما ما أخذوا كافيين. مثل ما شايفين المين المين لما أخذوا كافيين عدد ساعات أقل 5.4 معدل عدد ساعات النوم، ونمبر كافيين without كافيين no كافيين 9.4، والآن اللي هن 5 participants وstandard deviation 1.14. سو مثل ما حكينا إنه المين عدد ساعات النوم للنو كافيين أكتر من عدد ساعات النوم يلي أخد وقتها لما أخذوا كافيين. We conclude that participants in the no caffeine condition were able to sleep more hours than participants in the caffeine condition. بنرجع كمان بدنا نحكي عن ال paired sample test هيدي التيبل، ومن آخر شي عنا two sided p اللي هي two sided p significant two tailed، يعني ال p which is equal to 0.005 أصغر من الألفا 0.05، يعني significant difference. We conclude that there is significant difference between mean hours of sleep for the caffeine and no caffeine.